يقول السائل: عندي زكاة مال أخرجتها لأخي لشراء أرزاق له ولأهل بيته، مع العلم أن أخي هذا عليه دين وهو محتاج لهذه الأرزاق، فهل فعلي هذا جائز أم لا يجوز إعطاؤه من الزكاة؟ ما دام أنه محتاج أعطه وهو يتصرف فيما تعطيه، إن شاء سدد به الدين وإن شاء اشترى به حوائج. نعم. إلا إذا كان لا يحسن التصرف، تخشى أنه يضيع المال في غير فائدة، فأنت تشتري حاجته بالزكاة وتعطيها له. نعم.